مشروع ند الشبا منور بسكانه وبأهله وبالسكان اللي رح يجوا، يعني الناس اللي اشترت وناطرة تستلم الفيلا تبعها وتنقل وتعيش بهالمشروع. شو الجديد؟ الجديد في البافيليون يلي هو مجموعة محلات رح ناخدكم لفة فيها تشوفوا شو المحلات المتوفرة وشو فيكم تستفيدوا منها لما تعيشوا هون. وزيادة عن هيك رح نعمل برمي بالمشروع بخبركم عن الجديد وآخر العروضات وآخر الأسعار. طبعا في عروضات جديدة لأنه بطل في كتير فيلل، صار في يعني عدد محدود جدا متبقي من الفيلل، 4 و5 غرف نوم. خلينا نبرم الكاميرا وفرجيكم شو البافيليون وكيف صار وكيف صارت الشوارع وشو فيكم تستفيدوا من هالمشروع الممتاز. هيدا البافيليون مثل ما شايفين في حوض السباحة اوريدي فتح، وفي عندكم ايام الاحد والسبت للسيدات، هيدا حوض السباحة، ستاربكس، فارماشية، سوبر كير فارماسي، بيوتي لونج للستات، صالون للرجال راح يفتح جديد، وفي بعد محل بعد مش معلوم عنه شو راح يفتح، والاشهر من ان يعرف سبينيس. طبعا مين فينا ما بيعرف سبينيس وما بيحب سبينيس. منظر بيفتح النفس، يعني اي حدا عنده دايت او ما بده ياكل نصيحة ما يجي لهون. بيناتنا انا كمان على الدايت طبعا، مش كرمال اضعف بس كرمال كون عم باكل اكل صحي، لانه كل هالمغريات وكل هالسكر وكل هالاشياء الحلوة والطيبة واحد لازم يعمل كنترول. هيدا سبينيس يعتبر حجمه مش اكبر واحد لكن من فروع سبينيس الكبيرة، يعني اي شيء واحد بيحتاجه بيجي لهون بيعمل بيتحوج بيعمل الشوبينج وبياخد الاغراض اللي عايزها وبيرجع على البيت. طبعا الصبح بيمروا على ستاربكس بياخذ له فنجان قهوه كرمال الدرب على الشغل. وهذا يا البافيليون، خلينا ناخذ لفه بالمشروع تشوفوا كيف صار الخضار وكيف الشوارع كلها زبطت. طبعا بالاول ما كان في هالخضار كله هيك، والسيكوريتي موجود، والمشروع ما شاء الله عمران وحلو كتير. يلا خلينا نطلع بالسياره. حاليا مثل ما بتعرفوا ما بقى في كتير فيلل، كل الفيلل 4 غرف نوم منباعة، لكن في فيلل 4 غرف نوم مؤجرة ومعروضة للبيع. يعني يلي بده يشتري فيلا وحابب يستثمر بياخد مردود الأجار، أو حابب يشتريها ويعيش فيها لازم يعطي إنذار للمستأجر، وبعد هيك بيطلع بيستلم الفيلا بجددها وبيعيش فيها وخلص بتصير بيته. في 5 غرف نوم بعد متاحة جديدة مش مسكونة، وكمان في 5 غرف نوم مؤجرة وناس ساكنين فيها، نفس وضع 4 غرف نوم. رح ناخد لفة بهيدا الشارع هون واخدكن على مسار الجري ومسار الدراجات يلي هو داير من دار المشروع على مسافة تقريبا 5.3 كيلومتر، يعني 5300 متر. بآخر كل شارع مثل ما بتعرفوا بيكون في هذا المسار لأنه لافف المشروع كله. هلأ رح وقف وننزل وفرجيكم كيف اكتمل، كله صارت حدائق وخضرة وحلوة بتجنن. احنا هون
على نواحي مسار الجري اللي هو مطاط، وهيدي مسار الدراجات هون. ومثل ما شايفين الخضار والحدائق، وعلى داير من دار المشروع في النخلات. وبكره ان شاء الله لما يبلشوا يطعموا تعزمونا لعندكم وبتطعمونا تمر وبلح، كله شغل بيته اورجانيك. واخر شيء بدي اخبركم عن العروض. العرض الحالي هو خصم كامل على رسوم دائرة الاراضي والاملاك، لانه صار في جدا عدد محدود من الفلل يلي هن باقيين. بخصوص اي استفسارات وكرمال تشوفوا شو المتوفر اتصلوا فينا باي وقت ونحن جاهزين نساعدكم. شكرا على المشاهدة ومع السلامة.